كل المظلومين عندكم اجيبهم فيديو من اقصى العراق الاقصى. سيدات الساده اعضاء مجلس النواب رئيسا لجمهوريه العراق. زياده كانت مستمره لانه حافظ على استقلال العراق وسيادته. التعطيل ما ممكن يستمر إذا ماكو حكومة جديدة، فأكو حكومة تصريف أعمال، ويمكن تكون حكومة بصلاحيات أكبر إذا قررت الأغلبية في البرلمان تنطيها الضوء الأخضر. هذا حكي المقربين من التحالف الثلاثي بعد ما كشف رئيس الكتلة الصدرية حسن العذاري عن رفض بعض المستقلين لمبادرة الصدر. على بركة الله ندخل اليوم بالشهر الثامن بتقويم تأخر تشكيل الحكومات العراقية، 7 شهور بالتمام والكمال. انقضت على الانتخابات المبكرة، صارت زفة وعرس مو مبكرة، من يوم 10/10 إلى اليوم 10/5، وبعدها الحكومة الجديدة موجودة بس على لسان السياسيين والناس. بس هاي نهايتها اش وقت وشنو؟ الصدر متمسك بالأغلبية والإطار ما يقبل بغير التوافقية، والمبادرات كثرت وقامت ما توكل خبز، والمستقلين اللي كانوا الطرفين معولين عليهم صار بعضهم يتقلب على نعمته مثل ما يقول العذاري. المهم الحل هسه يبدو متجه لحكومة تصريف الأعمال اليومية، هذا اللي جاي يروج إلى المقربين من التيار الصدري. حكومة الكاظمي باقية، صحيح هي محدودة الصلاحية، بس اللي عنده أغلبية نيابية يقدر يرجعها لطبيعتها الدستورية. بس يا ترى شنو وضع التحالفات السياسية إذا لجأ لهذا الخيار تحالف الأغلبية، وشنو تبعاته على تماسك الإطار وقوة البرلمانية؟ أسئلة لازم نطرحها، أبرزها: هل يتجه التحالف الثلاثي إلى خيار حكومة تصريف الأعمال؟ وأيضاً ما هي صلاحيات البرلمان في توجيه حكومة تصريف الأعمال؟ ولماذا أوقفت الكتل السياسية لجوءها إلى المحكمة الاتحادية؟ كل هذا وأكثر في حوار التاسعة، حياكم الله. في ظل حديث رئيس الكتلة الصدرية حسن العذاري عن خذلان بعض المستقلين ورفضهم مبادرة تشكيل الحكومة، تدور في الأروقة السياسية أحاديث أخرى صادرة عن مقربين من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بشأن الإبقاء على حكومة تصريف الأعمال وتحديد مدى حركتها من خلال الأغلبية النيابية. وفقا لهذه الرؤية، فإن الحكومة الحالية تمتاز بكافة الصلاحيات، نظرا لأن الدستور لم ينص على حكومة تصريف الأعمال بشكل واضح، بالرغم من أن السلطة القضائية في العراق ترى جملة تصريف الأعمال اليومية الواردة في الدستور هي المهام الوحيدة من صلاحيات الحكومة بعد إجراء الانتخابات. وفي السياق نفسه يتحدث آخرون عن إمكانية إقالة الحكومة الحالية وتقديم الكتلة الأكثر عددا مرشحا جديدا لرئيس الجمهورية الذي ما زال يتمتع بكافة صلاحياته وفق قرار المحكمة الاتحادية، لكن الإجراءات هذه قد تصدم بقرارات جديدة من المحكمة ذاتها، إذ قد تبقي على حكومة الكاظمي بصلاحيات تصريف الأمور اليومية فضلا عن بعض الصلاحيات الأخرى القليلة التي قد تمنح لها من قبل مجلس النواب. حياكم الله من جديد مشاهدينا الكرام. الآن أرحب وإياكم بضيوف حلقتنا لهذه الليلة، كل من السيد حيدر الموسوي الباحث في الشأن السياسي، حياك الله مرحبا بك سيد حيدر، ودكتور عبد السلام برواري السياسي الكردي. مساء الخير على حضرتك دكتور عبد السلام، والسيد نزار حيدر مدير مركز الإعلام العراقي في واشنطن، حياك الله سيد نزار حيدر. أبدأ من الدكتور عبد السلام برواري من أربيل، أسألك اليوم ندخل بالشهر الثامن، 7 أشهر انقضت بالتمام والكمال وماكو أي تحرك حقيقي أو خطوة حقيقية لتشكيل الحكومة، شلون تتابع هذا الانسداد السياسي بداية سيد برواري؟ نعم، شكرا لهذه الفرصة، تحية لك، تحية للأخوان الأستاذ حيدر ونزار، وكذلك للأخوات والإخوة المشاهدين والمشاهدات. في الحقيقة بالبداية لكي نقدر نحكم على الوضع يجب أن نقرأ بصحيح بصراحة. طيب. هذا الوضع أولا هو تقريبا استمرار
مع الأسف الشديد التقليد اللي جرى في العراق من سنوات أنه ستة شهور سبعة أشهر إلى أن يتم تشكيل الحكومة أو الاتفاق، لكن هذه المرة شيء جديد طرأ وهو أنه المحكمة الاتحادية أعطت سلاح لأي كتلة أي طرف عنده ثلث أنه يعطل العملية السياسية برمتها مثل ما يحدث الآن. هذا هو السبب الرئيسي طبعا. أنا أشوف مع الأسف الشديد ماكو تقريبا نقطة يمكن أن يتفاعل المرأة بأن من الممكن أن الطرفين يلتقون في وسط الطريق مع بعض، رؤيتين متناقضتين جدا وثبات على الرؤية، إما الاستمرار في الأسلوب السابق ما يسمى بالتوافقية ما تدعو إليه أطراف الإطار، وإما حكومة الأغلبية بالمفهوم اللي يطرحها التحالف الثلاثي تحالف إنقاذ الوطن. وخلاص دكتور التوافقية أفضل مما يبقى الوضع على ما هو عليه، صار لنا سبعة أشهر موازنة ماكو، مصالح الناس متضررة، بالتالي نلجأ للتوافقية، صار لنا 19 سنة خلاص نكمل أربع سنوات. شوف احنا صار لنا 17 سنة نخرب نهدم العراق ونوصله إلى آخر أدنى مستوى في كل قائمة تصدر بالعالم، السعادة الفرد، الأمن، التطور، الخدمات، يعني شنو الفائدة من استمرار من هذا؟ أنا أذكر فقط يعني حتى آخر قبل بعد الانتخابات زار السيد نوري المالكي مقر رئيس مسعود البرزاني، والجملة الأولى التي بدأت من البيان المشترك هو ضرورة عمل القوى السياسية على التفكير بأسلوب آخر لحكم العراق بما أن الأسلوب السابق وصلنا إلى هذه المرحلة. أنا ما أقول يعني راح تنجح حكومة مو هي الدكتور عذر المقاطعة، لكن بالمقابل شنو الفائدة من تشكيل حكومة الأغلبية وشنو اللي يضمن أنه حكومة الأغلبية راح تنجح بعملها وإحنا نتحدث اليوم عن وجود كتلة معارضة متمثلة، هاي إذا ذهبت للمعارضة طبعا بأكثر من 120 نائب. بلي خلي أجاوب. أي هو نقدر ننظر لهذه النقطة من زاويتين إذا تسمح لي. طيب من الزاوية النظرية بالضبط هذا اللي يخشى منه واللي يصوروه بأنه ماكو ضمان، هو ضمان الديمقراطية الحقيقية. طيب. أنه حكومة تنبعث من كتلة قوية حتى تكون قادرة على أن ترسل قوانين وهي متأكدة من أن كتلتها الكبيرة قادرة على تمريرها، وبالمقابل أكو كتلة معارضة كبيرة جدا ممكن أن تكون مساوية لها يعني مختلفة بكرسي كرسيين. وجود معارضة قوية داخل البرلمان هو الضمان لأن تكون حكومة ناجحة، لأنها تعرف بأن أصبع المعارضة في أعينها وتراقبها، والمعارضة هي مو ضد النظام أو ضد الدولة، بل المعارضة هدفها أن تثبت للناخب بأنه أخطأ لما صوت للحكومة الحالية، ولذلك حتى تكسب للأربع سنوات المقبلة تكسب عطف الشارع. ولكن هذا من ناحية نظرية، يعني من ناحية النظرية حكومة الأغلبية المستندة على كتلة كبيرة هي أقوى حكومة وأحسن حكومة في كل نظام ديمقراطي أثبت ذلك، لكن وضع العراق يختلف. يعني الأخوان يتكلمون عن الإقصاء، أنا أعرف طبعاً نسب العالم كله ما عدا نظام الحزبين اللي موجود في أمريكا وغيره، وإلا كل دول العالم، أخذ ألمانيا، أخذ تركيا، أخذ لبنان، أخذ فرنسا، إسبانيا، وين ما تريد تروح وصولاً إلى أمريكا الجنوبية، تقريبا ما بقي دولة بها حزب يقدر يجيب 50%، كلهم أكبر حزب مرات يجيب 33% 40%، فيلجأ هو يبحث عن أطراف من سجمة وياه. اللي دي يحدث بالعراق أنه تجي أطراف تقول له لا تريد ما تريد لازم تشاركني بالحكومة، إذا ما تقبل بيا يعني تقصيني، يعني هذا مصطلح جديد ما موجود، مو مسألة إقصاء، أنا أريد أدور حلفائي اللي أقدر وياهم أمشي حكومة بأربع سنوات. لكن أنا أقول لك إذا تشكلت حتى حكومة الأغلبية في العراق اللي يبقون خارج الحكومة طبعا يعني طبيعتهم تختلف، إحنا عندنا تفكير عشائري، يعني عيب علي شلون أنا خسرت، أكو مجاميع مسلحة قسم منها بدأت تتهدد إلى آخره. طيب. يعني مو شرط ولو الأسلوب هو أصح أسلوب، ولكن مو شرط راح تكون أربع سنوات هادية، يعني واحد لازم يعترف بها.
طيب بما أنه بسؤال أخير قبل أن أنتقل للسيد حيدر، بما أنه وجود معارضة ضرورة ملحة مثل ما حضرتك ذكرت للمرحلة المقبلة من أجل تقويمها وتصحيح كل هذه الأخطاء على مر هذه السنوات، ليش ما يذهب الديمقراطي الكردستاني مع الإطار التنسيقي؟ بالتالي التيار الصدري ما عنده مشكلة يذهب للمعارضة وتكونون جزء حقيقي من الحل. لا يعني أنا مثلا ليش الاتحاد الوطني ما يجي ويا التيار وحتى تصيرون 220؟ هذا مو سؤال. السؤال هو ليش أنت تروح ويا طرف ما تروح ويا طرف آخر؟ حزب الديمقراطي الكردستاني ما يعادي أحد. حزب الديمقراطي الكردستاني عنده لازال أحسن العلاقات. أصلا إحنا علاقاتنا مع قادة القوى الموجودة ضمن الإطار أقوى من علاقاتنا مع الآخرين. هذول كانوا بيشمرقة، كانوا مقاتلين في كردستان، كانوا بالمعارضة ويانا بإيران بسوريا بلندن إلى آخره. يعني علاقاتنا إحنا ما تخندقنا، إحنا من عادي. لكن واضح جدا يعني خلال اللقاءات الطويلة اللي جرت قبل الانتخابات خلالها بعدها إحنا التقينا برؤية مشتركة. النقاط المشتركة اللي لقيناها عد الأطراف التحالف هي أكبر. هذا ما يمنع نظريا، انا اقول لك بصراحه يعني احنا قدرنا انه نشارك بالسلطه. هذا ما يمنع باشر اذا صار في التغير والاطار كله في تشكيل الحكومه، اذا طلب من عندنا نشارك احنا ما عندنا اي مشكله. هاي مو مساله عشائر واحنا زعلانين واحنا من جوياك ولا كذا. لكن اذا ما يقبلون بينا ما راح نقول، راح يقصونا وما نقول هاي مؤامره. لا، هذا ديدنهم، يريدون الشركاء اللي يعجبوهم. طيب هاي المساله. طيب خلينا ننتقل للسيد حيدر الموسوي من بغداد، باحث في الشان السياسي. مساء الخير على حضرتك سيد حيدر. مثل ما سألت قبل قليل أيضا السيد أو الدكتور عبد السلام بروار، اليوم ندخل بالشهر الثامن، 7 أشهر البلد معطل بسبب إصرار كل طرف سياسي على رأيه، بالتالي المتضرر الوحيد هو المواطن العراقي. أسألك تحديدا عن الجهات التي تعطل تمرير هذه العملية السياسية، وأقصد هنا الإطار التنسيقي تحديدا، بماذا يستفيد الإطار من هذا التعطيل؟ هاي صار 7 أشهر، وإلى متى؟ نعم، شكرا لك وتحية لضيوفك الكرام دكتور عبد السلام الأستاذ نزار. يعني احنا ليش نعتبر هذا الموضوع تعطيل؟ ليش ما نعتبره يعني عملية ديمقراطية؟ وبالتالي قوى الإطار التنسيقي مع الاتحاد الوطني الكردستاني وبقية القوى المتحالفة معهم عزم ومستقلين أيضا هم جبهة مقابلة للجبهة الأخرى المتمثلة بالتحالف الثلاثي. وبالتالي إن كان التحالف الثلاثي قادر على تشكيل هذه الحكومة بما يعرف بما يسمى الأغلبية، والتي يعني هي اصطلاحا الأصح هي حكومة ائتلافية وليس أغلبية، على اعتبار أنه لم يكن هنالك أحد من هذه الأطراف، أنا أتحدث عن أطراف التحالف الثلاثي، قد حصل على مقاعد تؤهله إلى تشكيل الحكومة وتسمية الرئاسات الثلاث بمفرده. وبالتالي أنا أختلف مع الدكتور عبد السلام في هذه الجزئية، على اعتبار أن ليس فقط الولايات المتحدة الأمريكية، هنالك أيضا حكومات أخرى لديها أحزاب قد تمكنت من الحصول على الرقم الذي يؤهلها لهذه لتسمية الحكومة، ولم تشارك قوى أخرى من دون قوى أخرى. الحزب البرتغالي يعني في مؤخرا عندما فاز بالانتخابات الحزب اليساري، رغم أنه قد فاز بالأغلبية المقاعد، لكن في نفس الوقت ذهب باتجاه إشراك الحزب اليميني أيضا معه، وقال نحن نريد حكومة توافقية، ولا زالت التوافقية موجودة في عدد من الدول. يعني وبعيدا عن قصة التوافقية والأغلبية، ما هي الضمانة الحقيقية التي نتحدث عنها؟ أعود إلى سؤالك، أن الشعب العراقي الذي ينتظر منذ 8 أشهر، ما هي الضمانة الحقيقية التي سوف تحول بغداد إلى فيينا في حال شكل التحالف الثلاثي هذه الحكومة؟ يعني هذا منطق يعني غير صحيح، لأنه هذا من الممكن أن يتحدث عنه الأحزاب الناشئة. ماكو ضمانة سيد حيدر، ماكو ضمانة، لكن أكو مشروع جديد، إذا تسمح لي، أكو مشروع جديد، أكو نوايا صادقة بتغيير هذه المفاهيم. لا مشروع هو اللي يطلق عليه الأغلبية على أقل تقدير، نجرب 4 سنوات وين المشكلة بالموضوع؟ بس اسمح لي
لا لا، مسألة أولا مسألة النوايا، لا يوجد نوايا في العمل السياسي في أي عملية سياسية. يعني هذا نظام، هاي دولة، هاي حكومة نتحدث عنها. من يحق الحديث، من يحق له الحديث بهذا الموضوع هم فقط الأحزاب الجديدة أو الذين فازوا لأول مرة في داخل مجلس النواب، هم الوحيدين الذين لهم الحق أن يتحدثوا عن تجربة جديدة. لماذا؟ لأن الموجودين في داخل التحالف الثلاثي هم قوى مشاركة في الحياة السياسية وفي العملية السياسية وفي جميع الحكومات المتعاقبة، ومشاركين بنسبة جدا كبيرة، ولديهم أيضا خطأ، ولديهم فشل، ولديهم وزراء ومناصب وحصص في الدولة العراقية، ومتورطين أيضا بالفساد الإداري وبالمالي وغيرها من الأمور. بالتالي هؤلاء يعني لا يختلفوا كثيرا، يعني ليس فقط قوى الإطار والاتحاد الوطني الكردستاني هم من أسسوا لخراب البلاد وبالتالي الديمقراطي الكردستاني والتيار الصدري وتقدم وغيرها غير مشاركين. يعني هذا المنطق هذا غير مقبول، يعني إذا أردنا نتحدث من الناحية العلمية. طيب. بالتالي مثل ما تفضل الدكتور عبد السلام يقول أن الديمقراطي الكردستاني من هم أقرب إليه الإطار، وهو كلامه صحيح جدا. لكن لماذا؟ لأنه بدأ يعتقد، لأنه هو يتعامل مع الموضوع ببراغماتية. لاحظ أن كل أعود إلى الأرشيف. طيب. كل آراء الديمقراطي الكردستاني تاريخيا منذ تأسيس العملية السياسية حتى قبل هذه الانتخابات كانوا يتحدثون عن وجهة نظر واحدة، وهي أنهم لا يقبلوا إلا بالشراكة، لا يقبلوا إلا بالشراكة، ولا يقبلوا أن يأتوا إلا بغداد، إلى بغداد إلا بتحالف موحد، التحالف الكردستاني. اختلفوا في موضوع واحد، وهو مسألة أنهم معترضين الديمقراطي الكردستاني على شخص السيد برهم صالح لأسباب يعني تخص الإقليم، تنفيذ المادة 140، كركوك، غيرها من الأمور، لا أكثر ولا أقل. هذه هي القصة الحقيقية. والإطار التنسيق استفاد من هذا الخلاف، احتوى هذا الخلاف، أي ودق الأسفين داخل البيت الكردي من أجل تفرقة هذا البيت، وبالتالي هو خلاص ضم إلى صفوف الاتحاد الوطني الكردستاني. لا بأس، بغض النظر، هذا عمل مشروع في 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 السياسه، مثل ما قام الديمقراطي الكردستاني بشق البيت الشيعي كما يعتقد الاطار التنسيقي، وكذلك ايضا تحالف تقدم وغيره. بالتالي هذا الموضوع مقبول في العمل السياسي. فلو كان التحالف الثلاثي قادر على تشكيل الحكومة، فبالتأكيد يعني القوى الأخرى هي يعني غير لن تعترض. يعني فليذهب التحالف الثلاثي أن يأتي بمجموع الثلثين، ولكنه يدرك تماما أنه بحسب تفسير المحكمة الاتحادية الأخير بأنهم غير قادرين على الوصول إلى هذا الرقم حتى ولو جمعوا كل المستقلين. طيب. المستقلين عددهم قرابة 43 مستقل، وهم تقريبا بحدود 166 إلى 170 نائب، وبالتالي بمجموعهم لا يصبح 220. لذلك بتقديري لا هي المشكلة أننا ندير البلد برؤية التوافقية ولا برؤية الأغلبية الجديدة التي نتحدث بها. مشكلة العراق أكبر من هذه الفكرة. هذا مشروع سياسي، هذا مشروع فيما بين جهتين مختلفتين. أنا أتحدث عن المواطن، ما الذي يهمه من هذه القصة كلها؟ هل فعلا الأربع سنوات قادمة لو افترضنا التحالف الثلاثي شكل هذه الحكومة هو قادر على إنهاء حالة الفساد، المشاكل المتراكمة، الخلافات بين بغداد وأربيل وغيرها من الأمور؟ أنا أعتقد أن هذه قصة ربما جديدة يحاول البعض أن يركبها، مثل ما ركب البعض موجة معينة فيما يخص أحداث تشرين، وقال بأن يجب إقالة هذه الحكومة والإتيان بتكنوقراط ومستقلين، والوضع هو نفسه يعني على مستوى الخدمات، على مستوى الوضع الاقتصادي والمعاشي. راجع لك، انتقل للسيد نزار حيدر المتأمل بتشكيل حكومة أغلبية وطنية. هل لا زال الأمل قائما لديك سيد نزار؟ ومتى أيضا يقتنع تحالف إنقاذ الوطن بأن لا حكومة ستشكل في القريب أو في البعيد بلا الإطار التنسيقي؟ نعم، شكرا جزيلا، تحياتي لك وللضيفين الكريمين والمشاهدين الأعزاء. أولا، يقول علماء الأجنة أن أفضل وقت للولادة هي عندما تمر فترة 9 أشهر و9 أيام و9 ساعات على الجنين في بطن أمه. فأنت ليش مستعجل؟ يعني عندنا بعد يعني بعد شهرين وتسع أيام وتسعة ساعات. فلا تستعجل، لا تستعجل. هاي إذا نأخذها من الناحية الطبية. إذا نأخذها من الناحية الواقعية، إحنا عندنا تجربة سابقة
مرة ظل الانسداد 10 أشهر وإحنا الآن 6 أشهر، يعني عندنا بعد 3. بس هو هذا مو مبرر، وبعدين ماكو ضمان انه هذا المولود اللي تتحدث عنه بعد اي بعد 9 أشهر و9 ايام راح يجي اصلا حي، ممكن يولد ميت، مو هاي المشكله. ربما نعم يقطع سمين شويه. الشيء الاخر حقيقه انا استغرب يعني كيف في اي دوله في العالم دستورها الى انسداد ولا يقود الى انفراج. المحكمة الاتحادية العليا وجدت طريقا لخلق الانسداد لكنها عاجزة عن إيجاد طريق لهذا الانسداد. هاي وين بيا عالم هذا؟ يعني يا ريت فد واحد يقول لي هذا بفلان دولة مثلا موزمبيق بالصومال، وين يعني بيا دولة؟ ما يصير، لا يمكن. عادة المحاكم الدستورية تفكر انسدادات ولا تخلق انسدادات. طيب هسه خلقت انسداد ما يخالف، قبلنا أقول انها عاجزه عن ايجاد يعني الطريق اللي فك هذا الانسداد. هاي اولا. الشيء الثاني، انا دائما اقول يا جماعه الخير، احنا من 2005 لحد الان كلنا نمارس عمليه سياسيه يعني بطريقة معينة، وهي أن كل البرلمان يشترك. في هذه المرة قبل الانتخابات طبعا وبعد الانتخابات، قبل الانتخابات كلنا سمعنا كل زعماء الكتل السياسية، يعني كل زعماء الإطار. نعم. أنا إذا تجيب لي أي اسم من عندهم تلقى خطابه موجود على اليوتيوب يدعو إلى تشكيل حكومة أغلبية، يقول بعد ماكو توافق، بعد ماكو محاصصة، حتى أن الخزعلي كنا نتذكر وهذا الفيديو مالته موجود على اليوتيوب، قال هالمرة لا واحد دعا إلى تشكيل حكومة محاصصة وحكومة حكومة توافقية فسيكون خائنا لدماء الشهداء. الشهداء طبعا من الذين تحدثوا بنفس هذه الرؤية هو صدر كذلك، كان هذه رؤية. وين تريد توصل سيد نزار؟ شنو اللي تغير؟ الشيء الذي أريد أن أقوله أنه حقيقة هذه كلها سببها نتيجة يعني الانتخابات. لو كان مثلاً أي كان مثلاً الفتح حكمة حصلوا على 70 مقعد على سبيل المثال أو 60 مقعد وحدهم، هذا الانسداد. فإذا حقيقة يعني احنا خلينا نكون واقعيين، المشكلة هي في نتائج. بمجرد أن ظهرت نتائج الانتخابات الأولية الجماعة قلبوا صدر ما غير، قال لا أنا على رأيي اللي ما يجي وياي لتشكيل حكومة أغلبية خلي يتفضل يروح يشكل حكومة أغلبية. يعني أنا ما أعرف يعني الآن الإطار لماذا لا يستطيع إقناع بقية القوى السياسية السنية والكردية والمستقلين وغيرهم يجمع له 100 و220 ويشكل الحكومة؟ يعني ليش تتوقف؟ فهذا الذي أريد أن أقوله، القضية هي مو قضية عناد. الصدر من أول يوم قل لهم، قل لهم يابا لو أنا أروح أشكل هاي الحكومة للمعارضة. هي مو عناد، القضية أكبر من العناد، القضية تتعلق بحقوق المكون الأكبر، وهذا ما يتحدث عنه الإطار التنسيقي. يشوف نفسه أنه هو خلاص الكتلة الأكبر شعبيا وحتى بعدد أعضاء البرلمان اللي فازوا بالانتخابات 88 نائب. خل أنسف لك هاي النظرية. تسمح لي خل أنسف لك إياها. شوف من الحكومة الثانية أو متوقع الحكومة الثانية للجعفر، مو كان المكون الأكبر، حقوق المكون الأكبر أن يكون الجعفري هو رئيس أول حكومة في ظل الدستور؟ نعم. ازاحة عن السلطة، ازاحة عن السلطة، صح لو لا؟ زين، المكون الأكبر كان يريد السيد المالكي يكون لي ولاية ثالث، من اللي ازاحة عن السلطة؟ بعدين حكومة عادل عبد المهدي منو اللي شكلها؟ المكون الأكبر، كلنا نتذكرها. فصيلين من المكون الأكبر اللي هم الفتح
الطائرون عدد مقاعدهم لا لم يتجاوز وقتها 116 مقعد على ما أذكر 116 يعني مقعد. أنت أصلا ما مقتنع طيب بشيء اسمه حقوق المكون الأكبر سيد نزار صوت الصوت اي تفضل هسه اسمعك كما قلت يعني حكومة السيد عادل عبد المهدي طيب. تشكلت من يعني من من يعني تبني فصيلين فقط اللي هم السائرون والفتح طيب وين بقية المكون الأكبر فالقضية يعني هذه كلها شعارات في أصل الموضوع هذه كلها شعارات طيب الفترة اللي قضيناها من 2005 لحد الآن سارت على نمط معين طيب أنا أقول اليوم الكل يقولون أن ذلك النمط حكومة فشل كلهم قالوا سيد المالكي طلع قال هذا العامري قام يبكي أمام الفضائيات وقال يا بالشعب العراقي خلي يعذرني طبعا هو يقصد الشيعة نعم. يعني المكون الأكبر طيب المكون الأكبر قد نسبة الذين شاركوا من المكون الأكبر هم الإطار يقولون نسبة المشاركة 15% طيب يعني ليش ما تفكر بال 85% وبعدين التظاهرات الاحتجاجات هم مو كانوا يقولون أن هذه احتجاجات الشيعة طيب ليش ذبحوهم ليش جرحوهم ليش دمروهم ليش اتهموهم بأعراضهم هاي وسائل التواصل الوسائل التواصل هسه هاي يقول لك مؤامرة وبالنتائج الانتخابات هم الجماعة أصلا ما معترفين بشيء اسمه نتائج الانتخابات هم يقولون مؤامرة غيرهم يقولون عنهم مؤامرة هذه ما تخلص هذه الاتهامات طيب. والاتهامات المتبادلة لا تنتهي طيب ما يخالف نقول يابا هاي مؤامرة فلماذا خضعوا للمؤامرة وقبلوا يزيحون عادل عبد المهدي ويجيبون الكاظمي يعني عليهم هذه مو إلهم طيب هاي اتمنى هاي الانتخابات اللي ظلوا يشككون بيها طيب. منو اللي صوت على قانون الانتخابات ومنو اللي صوت على المفوضيه ومنو اللي سمى المفوضيه هم كلهم هم والله انا اتذكر عندما اعلن عن تشكيل عن اسماء اعضاء المفوضيه العليا المستقله للانتخابات انا كان عندي تغريده قلت عمي هذه مو مستقله والله كلهم تهجموا علي شنو انت تقول ما مستقله لا هذه مستقله يابا هذه ما مستقله هذه هم حزبيه قالوا لا هذه افضل مفوضيه لحد الان تشكل بالعراق يوم اللي طلعت نتائج الانتخابات ما عجبتهم هذه طلعت مؤامرة. طيب هاي الفكره وصلت سيد نزار بس حتى قسم الوقت اللي يدير الموضوع أي. وطلع هذاك شو اسمه الطحنون هو اللي يتحكم بال يا اخي هذا شو كلام هذا يعني هذا ما يصير ارجع لك واكيد السيد حيدر عنده هواي ملاحظات ويمكن يرد على هواي اسئله طرحتها بعد قليل خلينا ننتقل للدكتور عبد السلام برواري دكتور عبد السلام قبل قليل سالتك واشكلت على هذا السؤال بانه لماذا لم يذهب الديمقراطي الكردستاني او يلجا الى الاطار التنسيقي وبالتالي التيار الصدري يذهب الى المعارضه اليوم اكو اتهامات حقيقيه موجهه للديمقراطي الكردستاني قبل قليل السيد حيدر الموسوي مر عليها سريعا بانه الاكراد والديمقراطي تحديدا هم أصبحوا جزء من المشكلة كيف يمكن للأكراد اليوم أن يكونوا جزءا من الحل؟ أولا هم مو جزء من المشكلة ولكن هم جزء من الحل بالدليل الجهة الوحيدة اللي تقدم مبادرات هي الجهة يعني بالذات شخص الرئيس مسعود بارزاني واجتماع أول أمس للمجلس القيادي للحزب الديمقراطي الكردستاني أكد على ضرورة العمل مع القوى السياسية جميعها وفتح طرق الحوار وسيرسل وفود إلى بغداد للحديث مع كل الأطراف طيب. احنا بوزننا ما نقدر نكون عامل حسم لأن 30 كرسي ما تجيب لا في 329 كرسي 30 كرسي لكن الكثير من التأثير علاقات السيد مسعود بارزاني ممكن يؤثر بشكل أو بآخر أو يقنع السيد مقتدى الصدر بالذهاب إلى تشكيل حكومة توافقية أو بالاتفاق مع الإطار التنسيقي لأن ماكو غير حل خلاص لا يعني الرجال صريح جدا يعني ما أتكلم نيابة عن رئيس مسعود بارزاني مو يعني كثير من الناس يقولون ما يتصرف كسياسي
هو بكل صراحة ضد هذا الأسلوب اللي تم به حكم العراق. وأني أيد الأستاذ حيدر، فكلنا أنا ما قلت إحنا مو إحنا كلنا فشلنا بشهادة الشعب العراقي انتفض علينا ودار ظهره إلنا بالانتخابات. يعني ما قلت إحنا ما مشتركين أو صدره أو غيره، كلنا يعني الأسلوب كله فشل. وليش هسه الشعب العراقي ملزم يثق بكم دكتور عبد السلام؟ طيب لكن شوف أقول لك، أنا قضيت عمري يعني بمفاوضات ولقاءات. أنت إذا ما تلمس بالطرف الطرفين أو أحد من الطرف يعني قيد شعره استعداد للتحرك، ما تضيع جهودك بالبلاش. طبعا الاتصالات يوميا موجودة لمعلوماتك. حتى يعني تتذكرون بعد انتخاب رئاسة مجلس النواب العامري زار السيد رئيس مسعود البرزاني. لكن الاتصالات لحد هذه اللحظة بين الإطار والديمقراطي دكتور، احنا عندنا علاقات جيدة مع كل القوى السياسية في العراق وما عندنا خلاف. وأنا أرجو الأستاذ حيدر، أنا هذا باللقاءات التلفزيونية أسمعها باستمرار، الكرد لما راحوا ويا صدر شقة والصف الشيعي، أرجوكم إخواني والله إحنا عندنا شعب عراقي واعي ذكي يتابع. أصلا الخلافات بدأت قبل ما يتشكل التحالف، الخلافات بدأت على نتيجة الانتخابات، صار اعتصام، صار تهديد بالسلاح. إحنا ما نقدر نشق الصف الشيعي إذا الأخوة الشيعة هم ما عندهم نية يشقون الصف، إحنا شنو؟ إحنا خوموه عندنا عصا سحرية انشق ينشق؟ أرجوكم نجوز هذا السؤال. أنا ما يطلع عن لساني أن أقول الإطار شق الصف الكردي عندما شجع الاتحاد الوطني أن يلتزم بترشيح برهم، ولم يدفع الاتحاد الوطني إلى أن يروح يتفاوض ويا القوى الكردستانية الأخرى ويتفقون على مرشح، ما لأن يعني ما موجودة في قاموسي مسألة المؤامرة ومسألة التآمل. هذه سياسة وهذه مواقف باشر ممكن إحنا ودولة القانون نصطف ضد جهة أخرى، وهذه هي سياسة. يعني ماكو داعي نتهم البعض لأنه مدى يمشي ويانا. الأستاذ نزار حكاية حلوة أنه في العالم المحكمة الدستورية والمحكمة الاتحادية تحل مشاكل. أنا من الناس اللي أحترم القضاء، ولكن من الناس اللي أفهم اللغة العربية جيدا وأفهم الصياغة القانونية. المادة 70 تقول ينتخب مجلس النواب رئيسا للجمهورية بأغلبية ثلثي أصوات أعضائه. المحكمة الاتحادية المحترمة قالت شلون ينتخبون ثلثين إذا ما يحضرون ثلثين؟ إلو شوية صابرين جارين نفس وقارين الفقرة باء من المادة نفسها، تقول إذا لم يحصل أحد أي المرشح على الثلثين تجرى دورة ثانية بالانتخابات ويكون رئيسا جمهوريا من فاز. يعني ما تشترط المادة 70 ما تشترط حضور ثلثين، هي تشترط التصويت. طيب هذا الموضوع أيضا مقاطعة تحدثنا بهواي، لكن المهم لماذا لم تلجأ؟ خلي أكمل. أي يلا تفضل تفضل تفضل. خلي أكمل. إحنا ده نحكي على الانسداد وعلى السبب وكيف الخروج. أنا طيب. أتصور ماكو قاضي بالدنيا وماكو محكمة تجي تقول يا جماعة إحنا غلطنا زين، لكن حرصا على المصلحة العامة. بالمناسبة لا الإطار فشل في تشكيل الحكومة ولا التيار، احنا ما وصلنا عسلا الى مرحلة تشكيل الحكومة. هذا القرار من المحكمة الاتحادية انت سلاح بيد اي مجموعة عندها 110 نواب تعطل العملية السياسية كما يحدث الان. يمكن ان نبدأ احنا الملالي يقولون قيل نلقي لها قيل. أي. يمكن أن المحكمة الاتحادية تبدي إشارة بأنها مستعدة لأن تتقبل سؤالا يسألها بأن تشرح لنا موقفها من مادة 70 لأنه إحنا ما فهمناها زي. فهي تجاوب جواب مطاطي ينسجم مع روح الدستور ويسمح بعقد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية وفق المادة 59 اللي هي تأكل تقول يعقد مجلس النواب ويتخذ قراراته بأغلبية المطلقة. اللي
اللي ما تشكل الأكثرية اللي تأهل أنه يتم تكليف مرشحها بتشكيل الحكومة هو الإطار، والإطار إذا قدر يشكل الأكثرية عنده، إذا قدر يجمع 166، لو كل الدنيا توقف ضده هو راح يعلن يعمل على انتخاب رئيس الجمهورية لأنها تضمن راح يكلفها هي. المشكلة هي هنا، البعض يقول له الكراد يتفقون احنا نحل المشكلة. لا يا اخي، احنا حتى لو ما نتفق، حتى لو نتفق، افرض اليوم احنا سحبنا كل ال 32 مرشح نكوبة قبرهم واحدة، الإطار ما راح يقبل يتم انتخاب برهم، لأنه برهم مجبر يكلف الكتلة الكبرى، والكتلة الكبرى واضحة. الإطار التحالف طيب. عنده حوالي 170 أكثر. أنا أريد بس إذا تسمح لي باختصار يعني نص دقيقة. بتقريركم إجا كلام تصريف حكومة تصريف حكومة الأعمال. تصريف الأعمال يا أخوان، أنا سألت بعض الخبراء. تصريف الأعمال الحكومة في ثلاث حالات تصير. لما تستقيل الحكومة يقولوا لها ابقي صرفي الأمور إلى أن تتشكل حكومة جديدة. لما يتم سحب الثقة عن رئيس الوزراء، طبعا بالضرورة هو سحب الثقة عن الحكومة كلها، يقولوا لهم احنا راح إلى أن نتشكل حكومة جديدة تصرف الأعمال. ليش؟ لأنه حكومة ما تبقى. أو إذا تم تكليف المرشح الجديد، تم تكليفه هذاك الوقت، هذه الحكومة يجب أن نحد من صلاحياتها حتى لا تتخذ قرارات وتصدر قوانين تثقل، خلينا نقول، حمل الحكومة المقبلة. هذا الوضع الثلاث حالات ما موجودة اليوم. طالما الانتخابات جرت ولم يتم تكليف شخص آخر بتشكيل حكومة، هذه ليست حكومة تصريف أعمال، هذه حكومة كامل الصلاحيات، والبرلمان مجلس النواب منتخب، واحنا بالقوه من عندنا. وهاي رساله كلش خطيره دكتور، هذا كلامك برساله كلش خطيره موجهه للاطار التنسيقي تحديدا، بانه يبقى الوضع على ما هو عليه. وهذا نص كلام تحالف انقاذ وطن البارحه بعد الاجتماع اللي دار، بانه ما عندنا مشكله، برلمان كامل الصلاحيه، حكومه كامله الصلاحيه، برلمان يدعم هذه الحكومه وخلي يبقى الثلث المعطل. طبعا يعني هو هذا التوجه يعني الجديد، خبراء قانون اي لا سياسيا، لا هو هذا التوجه الجديد. انا ما عليه بالتوجه، اي انا اقول لك القراءه الحقيقيه الصحيحه لمصطلح حكومه تصريف الاعمال تنطبق علي، لو عليك، لو على اي واحد، هذا مو مشكله. طيب انا هذا كلامي ما مو لهالمرحله وهالذات، هذا بصوره عامه. طيب وصلت تصريف الصورة. اعمال تحدث في ثلاث حالات. طيب وصلت. خلينا ننتقل للسيد حيدر الموسوي، اختصر لك ما تحدث به الدكتور عبد السلام وايضا السيد نزار حيدر. المشكله بنتائج الانتخابات، لا هي المشكله بالمكون الاكبر ولا بحقوق المكون الاكبر ولا بشق الصف المكون الاكبر من الديمقراطي او من السياده وما شابه ذلك. اذا عندك تعقيب حتى ايضا اسالك على اجتماع يوم امس. اولا انا يعني ردا على الدكتور عبد السلام، انا لم اقل ان الحزب الديمقراطي هو شق البيت الشيعي، انا يعني في رد مع على سؤالك في وقت ضربت مثال أن الاطار ذهبوا الى شق البيت الكردي دقه واسفين، فانا جبت قلت لك بان الاطار ايضا يعتقد بان الحزب الديمقراطي الكردستاني هو من بدا اولا بشق البيت الشيعي من خلال موافقته بالذهاب بتحالف الثلاثي من دون الإطار. كحيدر الموسوي، كرأيك الخاص أستاذ نزار، كرأيك الخاص تعتقد أنه الكرد من خلال هذا التوجه هم كانوا سبب بشق البيت الشيعي لو لا؟ لا أنا قلت لك لا، أنا أتفق مع دكتور عبد السلام أن العمل السياسي فيه كل الأمور. أنا قلت أن الديمقراطي لديه علاقات جيدة مع قوى الإطار التنسيقي، لكن وخلافه مع الاتحاد الوطني الكردستاني، وايضا في نفس الوقت بالمناسبه انا اقول لك يعني ربما يعني معلومات خاصه بان الديمقراط الكردستاني اصلا منذ البدايه عمل بجهد كبير من اجل اقناع الصدر بان تشترك كل قوى الاطار التنسيقي في الحكومه القادمه، لما لديه علاقات جيده مع قوى الإطار التنسيقي والشخصيات، هذه حقيقة يعني. ولكن بالنهاية المشكلة هي في داخل البيت الشيعي بصراحة، حتى بالمناسبة يعني حتى تحالف السيادة السيد الحلبوسي على فكرة وحتى الشيخ خميس الخنجر ليس لديهم مشكلة في عملية إشراق قوى الإطار يعني، لكن المشكلة هي بالحقيقة هي داخل البيت الشيعي يعني، هذه هي الحقيقة، هي
معركة كسر العظم. يعني القوى الإطار التنسيقي هي ليست، هي لا تريد أن تشترك في الحكومة، يعني تريد فقط من أجل أن تمنح وزارات أو مناصب أو وكالات، يعني هذا هو الأمر أو الدافع الرئيسي على إصرارها بالتجمع بتشكيل جديد يسمى بالإطار التنسيقي وغيرها، والعمل يعني باستمرار من أجل قطع الطريق على التحالف الثلاثي، بقدر ما أنها هي تدرك ومتأكدة أن لديها معلومات كاملة أن هنالك مشروع يتحرك باتجاه تجريفها من الحياة السياسية وتجريف وجوداتها وأحزابها وقواها وضربهم وإنهاء وجودهم السياسي في العراق. تجريفها من قبل من سيد سيد حيدر؟ تجريفها من قبل من؟ هو الإطار التنسيقي، إذا سمحت الإطار التنسيقي نفسه يتحدث عن التيار الصدري بأنه أقلية داخل هذه الحكومة، كبيت شيعي يتحدث تحديدا، بالتالي إذا هو أقلية يعني شلون يجرف الأغلبية؟ بس اسمح لي استاذ علي. أي لا 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 استاذ علي، هم يتحدثون ان مشروع تحالف الثلاثي انقاذ وطن المكون من الكتله الصدريه والديمقراطي الكردستاني وتحالف السياده، يعني يراد منه انهاء وجود القوى الاخرى من الحياه السياسيه من خلال عمليه الاستئثار بالدوله وبالحكومه وبمؤسسات الدوله، خاصه النقاط. يعني إذا تتذكر في أول يوم بعد ظهور النتائج كان خطاب السيد مرتضى الصدر كان واضحا، كان الحديث عن كلام حل الحشد الشعبي، حل الوجودات المسلحة، كذا كذا، هذه النقاط التفصيلية كلها مؤشرات تحاكي هذه الأطراف، هذه الأطراف بدأت تتجمع وتفكر جيدا بأن هنالك مشروع يراد منها يعني انهاءها واقصاها وتأميشها. هذه هي الحقيقه. هسه هذا التجريف سيد حيدر، التجريف راح يكون المشكلة. فعلي تدري امتى؟ لما يبقى الاطار التنسيقي متمسك بموقفه حول الثلث المعطل وما يشارك بالجلسه ولا يمرر الحكومه. بالتالي دكتور عبد السلام قبل قليل مرر رساله مهمه جدا، وهو توجه موجود اليوم داخل انقاذ الوطن، اللي هو البقاء على هذه الحكومه وعندنا برلمان كامل الصلاحيه ودا يمارس دوره وماكو اي مشكله. بالعكس على فكرة، بالمناسبة يعني هذا الموضوع نحن تحدثنا به قبل أشهر أصلاً. أي. حتى قصة الانتخابات والقانون الجديد الذي لا يصلح لانتخابات سوى مجالس بلدية، لا يصلح لانتخابات سلطة تشريعية، يعني وتقدر تتأكد أن التمثيل النسبي في العالم هو الدائرة الواحدة وليست هذه الدوائر الصغيرة المتعددة. وهذا القانون الذي كتب على عجالة، وبالمناسبة كان الديمقراطي الكردستاني أول الجهات المعترضة على هذا القانون، وكل القوى السياسية يعني معترضة على هذا القانون. أما من صوت فيما بعد يعني حتى مثل كتلة الفتح كان يعني مجبر، لأن كان هنالك ضغط من الحراك الاحتجاجي الشارع الشعبي، وكان التيار الصدري واضح مرتب وضعه على أساس خارطة الانتخابية وفق هذا القانون الجديد وفق هذه المفوضية الجديدة. هذه بكل صراحة مسألة تشتيت الأصوات عانت منها هذه القوى السياسية، ولا تتخيل يعني مثلا جهة معينة مثل الحكمة يعني على سبيل المثال أن تأتي بمقعدين في هذه الانتخابات ولديها جمهور واسع وكبير في الشارع، يعني كانت هذه صدمة. لماذا؟ لأنه هم حصلوا على 450 ألف صوت، لكن من تجي تجمع الأصوات المقاعد مالتهم هي مقعدين، لأن أكو شتات بالأصوات، ما عرفوا هم. شوف هاي نظام الدوائر تنسيق القوى، هم فعلا اتفق مع استاذ نزار في هذا الموضوع، هم ما تقبلوا فكره انه هاي الوجودات مالتهم القديمه انه بهكذا يعني تروح بهذه النتائج، هذه المقاعد القليله. ليش؟ يعني هم جايبين اصوات، لكن هم ما فاهمين هذه اللعبه الانتخابيه. هم زجوا في كل دائره 4 أو 3 أو 5 مرشحين. طيب. مثل التيار الصدري كان فاهم انه رشحوا في كل دائره واحد. طيب. باستثناء السيد المالكي كان ذكي وايضا رشح في كل دائره مقعد، والدليل انه اخذ يعني مقاعد جيده قريب من الديمقراطي الكردستاني ومن السيد الحلبوسي، هذا واضح. طيب. بالتالي اذا اردنا نتحدث عن فكره بقاء حكومه السيد الكاظمي، خوب الاخرين هم مشاركين بها بالمناسبه، يعني حتى القوى الاطار التنسيقيه عندها وجودات موجوده في السلطه التنفيذيه، وبالعكس السيد الكاظمي ايضا علاقته جيده بقوى الاطار التنسيقي، يعني بعيدا عن الرؤيه التي تتحدث في الاعلام انهم هم ينتقدوا عندهم مشاكل وياه، لكن الرجل يروح لهم عند علاقات على على, على 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 طاري اذا تسمح لي سيد حيدر قبل ان انتقل لان وقت ما عندي، على طاري حقوق المكون الاكبر، من يتعدى تحديدا من وجهة نظرك على حقوق المكون الأكبر
من يتمسك بالتوافقية اللي فشلت على مدار 18 سنة لو الجهات اللي تطرح مشروع جديد المتمثل بالأغلبية. باختصار حتى انتقل. لا يعني شوف قصة قلت لك أنا ماكو مشروع جديد، أنا من وجهة نظري يعني أنا أرجع ومرة أخرى على فكرة المحاصصة، يعني خوف هو مشروع الأغلبية هو شنو؟ فقط إقصاء وجودات سياسية معينة. بالمناسبة هو التيار الصدري أيضا يعني هم قابلين كل قوى الإطار كانوا في بداية الأمر باستثناء السيد المالكي تحديدا. بعد ما جرى الاتصال بالسيد المالكي قبله حتى بالسيد المالكي، بعدها شنو الخلاف اللي صار؟ طرح اسم السيد جعفر صدر، حتى أعطيك بعض المعلومات يعني طرح هذا الاسم والقوى الإطار موافقة على هذا الاسم، لكن شنو كان شرط الإطار؟ أن يخرج السيد جعفر الصدر من الكتلة النيابية الأكثر عدداً من المكون الشيعي. أي نعم. بمعنى أن يتفق الإطار والتيار ويذهبوا إلى مجلس النواب وأن لا يتم طرحه مباشرة للفضاء الوطني، وهذا ما رفضه السيد مقتدى الصدر. هذه كل ما هنالك في القصة، وإلا أنت إذا تريد تتحدث عن أن أنت قوى كلها تشارك، خب أكو رأي آخر يطرحها وطرحه السيد جيرفان برزاني بمبادرته من راح للنجف، أنه الأغلبية الموسعة أنه أيضا تشترك قوى الإطار، لكن قوى الدولة مثلا السيد العباد والسيد عمار هم ما يريدون أصلا يشاركون. عندك امتداد والجيل الجديد ما يريدون يشاركون، عدد المستقلين، وبالتالي راح تصير عندنا حكومة، راح تصير عندنا وجود للمعارضة. يعني إحنا هسه خو 60 مقعد مو شوية، تعطل أي تشريع قانون، يعني حتى يستجوبون وزير يقدرون، يعني مو تتخيل الموضوع سهل بهذه الطريقة. احنا عندنا ايضا ضغط ارقامية حاكمة بالنهاية. انا بتصوري وبتقديري ان لا هي الاغلبية التي سوف تخدم المكون الاكبر ولا قصة التوافقية. نحن لدينا خلل في بنيوية العملية السياسية ما بعد 9 من نيسان. وكل القوى المشاركة التي تتحدث عن الاغلبية ومشاركة في التجربة السياسية وتجربة الحكومة والاخرين، نعتقد بان النظام السياسي الحالي بدأ يتآكل وليس لهم أي حلول. وصلت هاي الصورة سيد الآن حيدر. هو مجرد نظام سياسي في الإنعاش. والناس غير، بالمناسبة الناس غير مكترثين بفكرة تشكيل الحكومة، ونعتقد أن الأيام القادمة لو بقي الوضع على هذا الحال سوف تخرج هنالك لدينا مشاكل أكبر، لدينا تغييرات مناخية، لدينا وضع اقتصادي مربك. وصلت، خلي ننتقل للسيد نزار حيدر. الشعب العراقي غير مهتم بمن يحكم. الوقت عندي ضيق سيد نزار حيدر. الخيارات اللي مطروحة اليوم أمام تحالف إنقاذ الوطن وتحديدا السيد مقتدى الصدر تحديدا بعد انتهاء مهلة 40 يوم، تتوقع شنو الخطوة المقبلة؟ يعني عندما انتهت مهلة 40 يوم أعلن السيد مقتدى الصدر في تغريدته الأخيرة أن الإطار فشل في تشكيل الحكومة التي كان يريدها. وبالمقابل منح المستقلين مدة أو مهلة 15 يوم. طبعا أنا أعتقد، وهذا قلت في تغريدة وأكثر من حوار متلفز، قلت أن يعني إعطاء المستقلين مهلة مو 15 يوم 15 سنة ما راح يقدرون يسوون فيه. ليش؟ لأنهم يعني شوف مثل ما تفضل الدكتور عبد السلام يعني طرح يعني فكرة معمول بها في كل النظم الديمقراطية، وأنا دائما أكررها وأقولها للأسف الشديد الكثير يغفلون عنها، وهي ليش دائما الأغلبية البرلمانية هي اللي تشكل الحكومة؟ ليش مو الأقلية البرلمانية؟ لأن الحكومة بحاجة إلى كتلة نيابية تعضد مشروعها الحكومي. نعم. وتساعدها على إصدار التشريعات والقوانين. فإذا كانت أقلية ما راح يعني ما راح تحصل على هذا الدعم. والشيء الآخر، شوف اليوم البعض يتحدث أنه إذا صارت حكومة توافقية راح تنحل المشكلة. لا، ما تنحل المشكلة، لأن إحنا النظام عندنا في العراق نظام برلماني، يعني تبقى الحكومة القادمة تحت رحمة أغلبية برلمانية، يعني 50+1. وهاي الأغلبية موجودة اللي هي إنقاذ الوطن. أحسنت، اللي هي إنقاذ الوطن. ففرضا بكرة إنقاذ الوطن أراد أن يناور مع الإطار ومع الاتحاد الوطني، قال لهم يا تعالوا يشكل حكومة، منو راح يسير هاي الحكومة؟ قالت المثل يقول إذا الأب بالبيت هو الرأس، رأس العائلة، من هي الرقبة اللي تحرك هاي الرأس؟
يعني الجماعة ما يهمهم بالحالتين مسيطرين. ما هي الرقبة؟ زي. ما هي الرقبة التي ستحرك هذا هذه الحكومة؟ نصف زائد واحد. هو إنقاذ وطن، إنقاذ وطن، 50+1 أحسن. هم شو وقت ما يعجبهم يشكلون جلسة يدعون زي. إلى جلسة، شو وقت ما يعجبهم ما يدعون إلى جلسة. زي. شو وقت ما يعجبهم يعني يصوتون على تشريع، شو وقت ما يعجبهم يلغون تشريع، شو وقت ما يعجبهم يبدلون تشريع، يعيدون النظر في تشريع. بعدين بالمناسبة يعني السيد الموسوي قال أن في كل الانتخابات النيابية البرلمانية في العالم الديمقراطي هي نسبية. لا وين أقول نانا، في أمريكا عدد مقاعد مجلس النواب 435 نائب، عدد الدوائر الانتخابية 435 دائرة. سيد نزار أعتذر المقاطعة، بنصف دقيقة بنصف دقيقة. تعتقد مو مثل قانون الانتخابات بالعراق؟ الولايات المتحدة الأمريكية مو مثل قانون الوقت، المشكلة عندي انتهى فلازم نزار. هذا في بريطانيا عدد مقاعد زي. مجلس العموم البريطاني 666 مقعد، وعدد الدوائر الانتخابية 666. سيد نزار بنصف دقيقة، تعتقد راح تبقى حكومة تصريف الأعمال حكومة الكاظمي باقية ما قول غير حال؟ نصف دقيقة. النظام المعتمد عالميا 80% من العالم هو النظام النسبي. يعني ما تفضل به سيد حيدر، اسمح لنا. ما تفضل، عفوا سيدنا، عفوا إذا تسمح لي، هذا وقتي، هذا وقتي رحمة الله والديه. ما تفضل به الدكتور زيباري هذه واحدة من الخيارات. طيب. أكو خيار آخر، أكو خيار آخر يتناهى لأسماعنا منذ فترة. أي. وهو أن التحالف الإنقاذ قد يلجأ إلى الشارع للضغط على البرلمان لعقد جلسته القادمة، على اعتبار أن المادة 5 في الدستور تقول أن الشعب هو مصدر السلطات. طيب. والناخب العراقي والناخب والناخب عندما عندما يعني منح ثقته لأحد المرشحين، مو حتى يروح يقعد على الرصيف، مو حتى يروح يقعد طيب. بيته، وإنما حتى يجلس في مجلس في مجلس النواب ويشرع القوانين. ماكو دولة في العالم دولة ديمقراطية، ماكو ديمقراطية بالعالم يعطل مجلس النواب بالحضور وعدم حضور. طيب سيد نزار، إذا تسمح لي يقول أن نعم. أي إذا تسمح لي بس ويا الدكتور عبد السلام، لأن الوقت أصلا انتهى. دكتور عبد السلام بنصف دقيقة حول المبادرة اللي من المفترض أن يقدمها السيد مسعود برزاني، بماذا تختلف عن المبادرات التي قدمت؟ أنا أشكرك على هذا السؤال. في الحقيقة أنا آسف أقول هذا الكلام من قناتكم، أكو أخوان أعزاء علي أصدقائي يظهرون بالقناة العربية والقنوات العربية تقدمهم كقيادي في الديمقراطية الكردستاني يحشون حشيم يطلعون من جيبهم. أنا اليوم طلعت من اجتماع زين. أول البارحة كان اجتماع مجلس القيادة الحزب بحضور الرئيس البرزاني. لو تقرأ البيان ما بي أي كلام عن المبادرة. آسف أنه هذا الموضوع احتل هذا الحيز الكبير. ولكن أنا ما سمعت أكو أي مبادرة. لكن الصورة. الاهتمام الكبير اللي إعلام انطى لأنه دليل نعم. الناس تريد تطلع من هذا الانسداد. أكيد أشكرك. ولكن في الحقيقة هذا كلام أنا ما أريد أذكر اسمه، أنتوا تعرفوه تستضيفوه هواية. هذا والله البارحة العزيز تأكدت أصلاً طلع بيان البارحة أكدوا بأنه هناك مبادرة راح تقدم على لسان السيد مسعود برزاني. لا البارحة واحد من قرارات الاجتماع القيادي أنه حرصاً منا على العمل مع قوى سياسية جميعها. طيب. الخروج من هذه الأزمة، سيبدأ الحزب اعتباره من يوم غد، يعني قصده مبارحة، سلسلة من اللقاءات مع كل الأحزاب للتباحث حول إمكانية إيجاد حل للخروج من الأزمة. وهي راح تبدأ وفود تجي لبغداد، وأكو اتصالات. يعني كلمة هاي المبادرة اللي صيغت ما لها أساس، ولكن الديمقراطي الكردستاني قرر فعلا أن يبدأ جولة من اللقاءات مع كل الأحزاب. أنا أشكرك جزيل الشكر الدكتور عبد السلام برواري السياسي الكردي، شكرا لحضورك، والشكر موصول للسيد حيدر الموسوي الباحث في الشأن السياسي، شكرا لحضرتك سيد حيدر، والشكر موصول للسيد. تعطيني نص دقيقة أيضا. والله عندي الوقت أبر، تسمحوا شباب نص دقيقة. تفضل سيد حيدر. لا انا بس اريد اقول شغله. المحكمه الاتحاديه ايضا هي ايضا قادره على حل مجلس النواب
الذي يتحدث عنه الاستاذ الحيدر، وبالتالي مجلس النواب راح يعقد جلساته، ترى ما لها علاقه بقضيه انتخاب رئيس جمهوريه، باكر اكو جلسه مجلس النواب على ما اعتقد. خلاص الاوراق موجوده عند الطرفين وكل من عنده اوراق ممكن. اشكرك جزيل الشكر السيد حيدر الموسى الباحث في الشان السياسي، والشكر موصول السيد نزار حيدر مدير مركز الاعلام العراقي في واشنطن. شكرا لك سيد نزار، شكرا لكم مشاهدينا الكرام لحسن المتابعه، الى اللقاء. شربة الماء وهذا حال عادة النازحين، كل المظلومين عندكم اجيبهم بيدي، من اقصى العراق الى اقصاه، سيدات والساده، اعضاء مجلس النواب، رئيس الجمهوريه.